السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما هي أعراض مرض الكساح؟ بداية، أولا من الممكن أن نلاحظ انحداري أو ميلاني في أطراف الرضيع، وأيضا من الممكن أن نلاحظ آلاما مختلفة ومتوزعة في العظام، وأيضا الشعور بألم عند لمس العظام، وأيضا ممكن أن نلاحظ انتفاخا في غضاريف الأضلاع أو بروز العقد على العظم بين الأضلاع وذراع الصدر. وأيضا من الممكن أن نلاحظ انخفاض مستويات الكوليسترول في الدم، وأيضا ليونة الجمجمة وتكون لينة بشكل كبير جدا. وأيضا من الممكن نلاحظ قصر القامة على الطفل وانخفاض الوزن، وأيضا وجود بعض التشوهات في العمود الفقري أو الحوض أو الجمجمة، وأيضا انحناء الساقين لدى الأطفال صغار السن الذين قد يبدأون بعملية المشي، وأيضا المعاناة من تشنجات عضلية مختلفة لا يمكن التحكم بها والتي من شأنها أن تؤثر على الجسم بأكمله. أتمنى لكم دوام الصحة والعافية.